اول حاجه كيما جرات العاده مع السي ابو رزق واحد شويه ديال التسخينات صافي الوصول في اسرع وقت ممكن عند الغارق مباشره. من بعدها غنقول ثلاثه ديال لي زاتيري ثلاثه ديال المجموعات غنتو الورشه الثانيه وكذلك الورشه الثالثه على اساس ان كنا خاصنا نكونوا تسمعوا هذه الورشه بوشعيب وزير الكاتب العام الإداري للهلال الأحمر لعمالة المحمدية. نظرا مدينة المحمدية عرفت واحد العدد ديال الفيضانات خلال عدد كبير ديال السنوات، دونك في إطار الاستعداد للكوارث الطبيعية لا قدر الله، فالهلال الأحمر على الصعيد الوطني بتنسيق مع المكتب المحلي لعمالة المحمدية درنا واحد الدراسة كتسمى دراسة مواطن الضعف والقوة اللي عندنا في المكتب واللي عندنا في العمالة. وبما أن المكتب العمالة المحمدية كيتواجد في البلون أورسيك أورغانيزاسيون دو سكور اللي كترأسه صاحب العامل صاحب الجلالة على عمالة المحمدية، فارتأت بأنه خصنا نجيب واحد العدد ديال المسعفين اللي غنكونوهم مسعفين بحريين. الهدف من هذا التكوين هو خصهم يدخلوا باش نديروا لا بريفونسيون هي الاولى، ما نخليوش الناس يعوموا في الاماكن اللي فيها الخطر، اولا لا قدر الله جا شي فيضانات مومون ديال لا كرو اللي غتجي نمنعوا الناس باش ما يدخلوش، يبغي واحد يقول حوايجهم داك الوقت ديال كيكون لاغيفي ديال لا كرو، ومن الباقي تسالي وتوقف لا ستاغناسيون دو لو، ديك الساعه نشوفوا شنو هما المعدات وشنو هما الموان وشنو الظروف اللي خصنا نديروهم نعطيهم الناس. نعطيكم غير مثال، مثلا الوقت اللي كتكون فيضانات والماء داخل الديور كنقول بان على الاقليه الناس خصهم يعرفوا بان الديجونكتور ديال الضوء يطيح، لان سينو غتكون واحد ليليكتريزاسيون خطر ديال الغرق، ولكن اللي كيخلق لنا خطر ديال ليليكتريزاسيون اللي خطر خارج على هاد على 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 الخطر الاساسي الاول. لذلك خدينا واحد عدد كبير ديال المسعفين في المحمديه 26 ودرنا واحد الدراسه مع الصليب الاحمر الالماني. دونك كاين اتفاقيه بين الصليب الاحمر المغربي مع الصليب الاحمر الالماني، هما اللي غادي يديروا لانفيستيسمون ديال هاد الاستاج، كيديروا عدد ديال المدن، وكانت المدينه المحمديه اختيرت نظرا للكفاءه ديال المسعفين اللي فيها، نظرا للكفاءه ديال المكتب اللي فيها، نظرا بانه كانت معرضه جات في الشريط اللي معرض في العدد ديال الفيضانات. دونك خدينا هاد العدد ديال 26 ديال المسعفين اللي عندهم واحد القدره بدنيه، عندهم واحد لا تكنيك ديال الناتاسيون، عندهم واحد ليكوت اللي غادي اللي كيديروا هاد لا فورماسيون على صعيد الدولي ماشي غير الوطني، على صعيد الدولي. حنا دابا عندنا ان كورسوس فورماسيون، هاد لا فورماسيون الاولى سيتي فورماسيون دو باز، من بعدها غيتبع اون فورماسيون دو بيرفيكسيونمون، من بعدها كما قلت غندير فورماسيون دو باز، من بعد فورماسيون دو بيرفيكسيونمون، من بعد غادي ندير فورماسيون دو فورماتور، باش يولي عندنا دي فورماتور ونكونوا لوتونومي عندنا هنا في عماله المحمديه، ومن دون فورمول كرون بوبليك غندخلوا في لا فاز الثانيه سي لا سونسيبيليزاسيون كرون بوبليك، نعرفوا شنو المخاطر ديال البحر، شنو المخاطر ديال الواد، شنو المخاطر ديال الفيضانات، كيفاش يحتاطوا من هذه المخاطر، كيفاش يحتاطوا من هذه الفيضانات ومن هذه الاخطار ديال الواد لي زودوس، ومن بعد لا قدر الله جات لا كخي ولا شي حاجه اشنو المعاملات اللي خصنا نديروا باش نتفاداو الاخطار. ونتمنى على الله في هذا اللقاء نكونوا وصلنا للاهداف ديالنا. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر جميع الفاعلين، جميع الناس اللي سهروا وعاونونا في هذا باش يكون النجاح ديال هذه الدوره التكوينيه اللي فيها ثلاث ايام، بما فيهم السيد العامل عماله المحمديه، بما فيهم السيد الباشا، وبما فيهم السيد السلطات المحليه، الرئيس الوقايه المدنيه، الاعضاء ديال المكتب على راسهم الدكتور بوغوس اللي سهر على هذه العمليه باش تكون ناجحه ان شاء الله، وشكرا. محمد التابي مسعف متطوع في الهلال الاحمر المحمديه في اطار مجموعه من الدورات التكوينيه اللي كتقوم بها اللي كيقوم بها الهلال الاحمر المغربي رئاسه المكتب ديال المحمديه، قام بمجموعه ديال لي فورماسيون بالنسبه للمسعفين المتطوعين، ومن ضمنها هذا الانقاذ المائي، الانقاذ والسلامه المائيه، لان مدينه المحمديه كيف كيعرف الجميع كتعرض لمجموعه من الاخطار المائيه كالفيضانات وداك الشيء، ففي هذه المناسبه ديال الهلال الاحمر كيقوم بواحد فورماسيون ديال الاس اس ديال السكور سيكوريتي اكواتيك، السلامه وديال الانقاذ في حوالي
حواء انصاف مشاركه في الهلال الاحمر في الدوره التكوينيه اللي دايره لنا الهلال الاحمر. في هذه الدوره التكوينيه تعلمنا عده تقنيات الانقاذ، و كيف ما كنعرفوا محمديه طراو فيها عده كوارث طبيعيه، وحنا جينا باش نتعلموا التقنيات باش نقضوا المدينه من في حاله اذا كانت شي كارثه طبيعيه، نقضوا الناس ونحاولوا نعطيو كاع داكشي اللي تعلمنا و